الحرية لفلسطين ولا للصهيونية ونعم لزوال الاحتلال. هتافات صدحت بها أصوات أعضاء حركة ناتوري كارتا اليهودية التي لا تعترف بدولة إسرائيل وتطالب بإعادة السيادة الفلسطينية للأراضي من النهر إلى البحر، معرفين أنفسهم بأنهم يهود فلسطينيون. نحن نريد أن نقول لكل العالم عن موقفنا الذي يمثل آلافا مؤلفة من اليهود، لأننا لا نريد وجود دولة إسرائيلية في أي منطقة ولا في أي مكان. هذا الأمر محظور وفقا لشريعتنا، وغير أخلاقي أن نسلب من أمة تواجدت هنا منذ آلاف السنين أرضها وحكمها. حيث طالب أعضاء الحركة بإقامة الدولة الفلسطينية، مشيرين إلى أن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض الحقيقيون، كما نددوا بالاستيطان وممارسات حكومة الاحتلال وانتهاكاتها بحق المواطنين. يعني أولا هم يهود فلسطينيين وهم يقروا بذلك ويجاهروا بذلك، وهم مع إقامة الدولة الفلسطينية، وهذا بحد ذاته في رسالة واضحة إلى الشعب اليهودي، إلى الشعب الإسرائيلي، أن آن الأوان لأن يستفيق هذا الشعب ويضع حد لما تخطط له حكومة اليمين المتطرفة من خلال دعم الاستيطان والقضاء على حلم الدولة الفلسطينية. يشار إلى أن حركة ناتوري كارتا جماعة دينية يهودية أسست عام 1935 تعارض وجود دولة إسرائيل، ويقارب تعدادهم 5000 نسمة. صورة من صور التضامن مع الحق الفلسطيني باعتراف مجموعات يهودية تؤمن بالعدالة وترفض ما تمارسه حكومتها من احتلال لأرض ليست لهم. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين.